مساءكم سعيد، نعود من جديد لنواصل التعريف بالمظلومية، القضية العادلة الشرعية والمشروعة، نكشف عن جميع التجاوزات، الاختلالات، تحرامية، تهريب، النواقص، القصور التي شابت هذا الملف الشائك، ملف 10,200 متقاعد ومتقاعدة تقاعدوا تصاعديا من 2003 إلى ما تم 2011، ولما لا 2002، 2001، 2000 إلى آخره، إلى آخر ضحية وظف بالسابع وبالثامن ولم يستفد من المادة 112 وأيضا المادة 115. هذا هو مربط الفرس، لأن النظام الأساسي ديال 2003 جاو فيه فقط بالنسبة لنا حنايا جوج امتيازات، هي المادة 112 الشرط ديال 15 على 6، هذا الشرط علم من جا للفئة اللي تأخرت في الترقية ديالها، لأن دائما نحن عندنا عنصر المماثلة، المماثلة والمعادلة وتكافؤ الفرص والمساواة. إذا الفئة اللي كانت مستهدفة هي الفئة ديال اللي توظفوا، خاص الباكالوريا أولا تكون متعين بالثامن على الأقل، هادو هما لي بروموسيون ديال 80 حتى 86، لأنهم ضروا من الأقدمية العامة ديال الزلالم اللي ترتبوا من 72 حتى قول 79 السلم السابع، لان ما كانش عندهم البكالوريا، لان هادو كانت تيجوا بالاقدميه العامه وتياخذوا منا الترقيه ديالنا، رغم انهم لم يكن من حقهم اصلا يتقيدوا بالماده 112 التي وجدت في 2003 من أجل وضع السلم التاسع في طور الانقراض. وكانوا عزلوا شي معلمين، حيت من جا النظام الأساسي اللي ما تعرفوش نتوما، النظام الأساسي ديال 2003 كاينين اللي تصنفوا أساتذة الابتدائي وكاينين اللي بقاو معلمين بحال هكاك، هذا المسمى كانوا عطاهم ترقية استثنائية، ومولى المفتشين ولا فئات أخرى، خلونا ساكتين. المهم ديال 80 أنهم ضروا من الأقدمية العامة ديال المرتبين أو اللي توظفوا بالسابع قبل من 1980، هاد الأقدمية العامة ديالهم ضررنا منها، وضررنا من اللي توظفوا من 1987، لان الضغط في هذيك الساعه كاين دوغ هو الاجازه، دوغ كان ليكيفالون ديال التاسع، الاجازه ليكيفالون ديالها العاشر. من عدلوا شروط التوظيف 1995 اللي عنده البكالوريا التاسع يعين بالتاسع، حنا عندنا 12 سنة في الثامن، عندنا البكالوريا تعيننا بالثامن، إذا ما كاينش يا مرحاميني، خاص من 1995 فاتح مارس نتعينو حتى حنا في التاسع. انتوما كنتو تتعرفوا كيفاش اباك صاحبي هذاك الشيء والانتماءات الحزبيه والنقابيه، وضرب ما عندك فين والهم لك حل،
والمحسوبية والزبونية إلى آخره، لا في انتقالات لا في ترقيات لا في كل شيء. حنا راه من تقويم الهيكلي وحنا جايين معاهم تل 1985، ماشي جاو داروا لك هذاك النظام بغاو يهرسوا التعليم. خاصك تشوف الأحداث اللي كانت جات تما، وكل شيء نزلوه للمعلم ديال الابتدائي آنذاك بأنه هو اللي كان مسؤول على هذيك الأحداث. كله العصا مساكن استهدفوهم، استهدفو معاهم حتى التعليم ما تيهمهمش، هو التعليم ولذاك ما تيهمهمش، المهم المعلم ينزل الأرض ويهوى. حتى من الوضع الاعتباري ديالو هرسوه عليه، لا بنوكات لا بكريديات اللي طلقوهم عليه، تا جابوه سيس دوس. المهم هادو 95 خاصهم يكونوا في التاسع، هادو علاش 2003 وضعوا السلم التاسع لطور الانقراض من اجل تشريع وتيره هذه الفئه بالضبط الجد المتضرره من التاسع الى العاشر استثنائيا ب 15 سنه اقدامي عامه وست سنوات فقط في السلم التاسع. باش يفكوا الحصار على السلم التاسع، القابعين في السلم التاسع، لي زاسيجون دو ليشيل نوف هما اللي كانوا مستهدفين كضحايا، ماشي لي زاسيجون دو ليشيل 10. لي زاسيجون دو ليشيل 10 يلاه الان في 2022 غادي يفكوا الحصار عليهم. يلا غادي يحل يفكوا الحصار في 2022 في هذا النظام الجديد، يلا غادي يفكوا الحصار على لي شيلديس، ولاو هما اللي شادين لي شيلديس هما اللي ولاو مرقيينهم. وجي واحد تيقول لك الوزير راه تيجاملكم، تيجامل جالس معاك في العزبه عارض عليه العرس غيجاملك. وزير راه ملي تيجي للمؤسسه رسميه وتيجي امام لجنه التعليم وداخل قبه البرلمان ويجيب عن اسئله شفويه او كتابيه، فهو هناك يعني عمل رسمي، هذاك راه اوفيسيال ماشي تيلعب هو. والاعتراف من جدي لي 10200 متقاعد ومتقاعده، هذيك الساعه راك ماشي تركنت اللور. المره الاولى ملي قال 11000 حمدنا الله، ديك الساعه قلنا ليه حنا 12716، كان ممكن يقول لنا ما كاين والو اصلا، ولكن كانت لدينا ما يفيد والجداول نتحوز عليها الى الان. الناس اللي تقاعدوا من 2003 2004 2005 اللي تقيدوا بالماده 112 15 على 6 باش يترقاو استثنائيا من التاسع الى العاشر ويفك الحصار على جميع القابعين في السلم التاسع انذاك. داكشي علاش توضع السلم التاسع في طور الانقراض لهذه الفئه، دخلوا معنا زلالم نون كونسيرني، سرقوا منا الترقيات ديالنا بالاقدميه العامه، حنا قدم منهم في ليشيل نوف، وحنا اللي تاخرنا في ليشيل نوف، وحنا اللي كان عندنا البكالوريوم عينين بالويت، وفي 2000 او في 95 عندنا 12 سنه في الويت، وكاين اللي عنده 15 سنه في الثامن وما تعيناش في التاسع، وكنا اصلا خاصنا حنا 2001 ندوزو للعاشر، كون دزنا في 95 وكون طبقوا الترقيه الاستثنائيه ديال 96 في الوقت ديالها، كنا غندوزو على الاقل في 2002، لان كانت الترقيه الاستثنائيه انتهت في 2002 لا فان ديال موادوز، خلاوها تنتهي اللي لاحونا حنا، داروا ترقية استثنائية، جابوا معنا كنان لا يستحقون، علاش؟ لأنهم يشكلون القواعد ديالهم إلى آخره، انتخبوا عليهم ويجروا معاهم كما دابا تيجروا معاهم في ذاك، جايين باغيين يكاموفلوا شي كنان ما فاهمين والو، سير دير لجنة وسير اتصل بمنسق النقابي وعطيه اللوائح، يا أمي راه انتخابات ما يعقلش عليك وما يعقلوش علينا، حنا راه ردت عليهم انا كامل، انت واحد قال لك ما كاينش شي حاجه ما قبل 2012 نهائيا. السلم التاسع كامل كانوا يهضروا عليه، قال لك الدفن وراوه غير 6400،
4600 قال لي هادشي اللي بقى، هما مخرجين بالتاسع بروموسيون ديال 2012 2013. علاش هذا قلت لي؟ بان راه السلم التاسع توضع في طور الانقراض 2013 خصو يكون فيه طور الانقراض. الحمد لله. فقلت ان 2003 اللي كانوا مستهدفين هم اللي كانت عندهم بكالوريا في 80 86، هذو هما الاصل اللي كان خاصهم يكونوا. وكما قلت انا في 2013 و2012 هذو تخرجوا بالتاسع، هما اللي جابوهم في المارسوم جوج 19504 وفهموا الوزير ان هاد 4600 هما فقط اللي بقاو في السلم التاسع. عفوا، هما اللي بقاو في السلم التاسع فقط، مرتب السلم التاسع، وفهموا هادو هما الضحايا اللي بقاو. على اساس ماذا؟ ان السلم التاسع لي زاسيجون دو ليشيل 9 ماشي 10، المحاصرين في التاسع وضع لهم السلم التاسع في طور الانقراض من 2003 على اساس انهم في 2013 يكون السلم التاسع دار في طور الانقراض. وتعديل شروط التوظيف في 2014 يعني بدأ التوظيف الإجازة والتعيين ب التعيين بالعاشر. هاد الشيء علاش هما دوزوا 4600 مره واحده وعبر دفعات. من وصلنا للمظلوميه قال لك استغرب شي واحدين باقيين تهضروا على التاسع، حتى واحد ما هضر عليهم نهائيا وما كان تهضروا عليهم، وهما الاصل ديال المظلوميه. لان المظلوميه الاصل اللي المظلوم هو اللي ما تطرقاش بالماده 112 اللي احدثت من اجله. تيجيو واحد يمرقين ثلاثة المرات ويسرقوا لك، ما عندوش الحق باش كاع يترشح بالمادة 112 ويرشحوا بها وياخذ الترقية ديالك بست سنوات فقط ويدوز، وست سنين ثاني أخرى يتقاعد بعد 2012 وردوه ثاني ضحية ويدخلوه ويدوزوه. ولكن للأسف الشديد أن السيستيم ما تيقبلهمش هذو اللي تقاعدوا من 2012 إلى غاية نهاية 2015. السيستيم ولا سورس دو ليديكاسيون ناسيونال اللي بالنسبه لي هادو اللي سموهم ضحايا النظامي كيبداو فقط من 1/1/2016 وما بعد. اذا هذه كانت صفقه وارضاء ومجامله، هذه يقدر تقول لها مجامله، هذه مجامله. انتم اللي كنتو تديروا المجاملات بيناتكم، تتلاقاو مع الناس في الفنادق الفخمه، هذاك شغلكم. اما الوزير من اعترف ب 10200 واعترف بالزنزانه التاسعه ضحايا الماده 112 ضحايا الزنزانه التاسعه اللي تقادوا من 2003 2004 2005 اللي هما الاوائل كان خاصهم يدوز لانهم اصلا مرقيين قبل ما يتقاعدوا، قبل ما يتحالوا على التقاعد، قبل ما وقبل ما يتحذفوا من الاسلاك. عفوا شويه عيان هذاك الشيء علاش، ولكن لا بد خصني نتواجد، خصني نواصل، ماشي بحال شي كنانم جايين تيخدموا سياده باش ينفذوا لهم اجندا ديالهم. يجلس 8 شهور ما عرفتش 6 شهور يجيبوا لي يعطيه 2400 درهم ولا هذاك يدير ليه تنسيقيه، فهمت؟ حل والكنان متابعينه نتاهم يجي ما يعطوه. نضربنا من هنا تل درنا المغرب كامل، الله ما يعطيك درهم كفار بالله. يجي ما يعطي الكنان اللي تاجروا فيهم، الله يعطيكم الغارة كلكم، احتراماتي الرجال الشرفاء والشريفات. اما هذوك الله يعطينا معكم الغارق، الله يعطينا معكم الغارق،
صحابونا حنا غضحكوا علينا. هل دي كيما زل قول لكم هذاك ابو صابونو قال تيلعب بكم ها شكون تيلعب بكم تيلعب بكم الهم لك حل المخلفات القصيصه ها قصيصه ما تعرفوا راجل ولا امراه تيلعب بكم تومون داخل جايبين واحد فضي انا عندي الرابور ديالي والله الا عندي الرابور ديالي من تقول غدا نكون هاني وغنجبد الرابور وغادي نقرا عليكم اللي درنا هو تيبكي بحال الاوليه بيت حدانا ماقدرش يمشي هذيك الليله كيبكي بحال الاوليه الرابور راه باقي ديالي قاد اليمام كل واحد شاد عليه ما كايناتني ارى صوره وصوت ما عندكم ما تصوروا من ورانا هنا كلشي متقين لكن دوك الخريز اللي صحابونا حنا ناعسين على على ودنينا عارفينكم شنو درتو عرفت هذيك الهم الكحل اللي كانت هنا اش دارت هي وصيفطات ودارت صيفطوا طيروا سيروا تلاحوا الله بحر تيهمنيش فيكم المهم اننا الشيوخ داروا فينا الطيقه وبقينا على العهد وبقينا رجال كبرنا مع الرجال كبرنا في قلميم كبرنا في العيون كبرنا في سلطنة عمان كبرنا مع الرجال الكلمة كلمة الرجل تيتعقل من لسانه والبعير تتعقل من كراعه اللي ما عندوش الكلمة يموت موته أحسن من حياته هم كحل عيالات تي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عيالات تيديروا فيهم خرج يقول لك تنوب شتي تنوب نوب على همك نوب نوب تتقدر تنوب استسمح إلى بعض الخطرات لا إله إلا الله والحمد لله ستفرج على بعد هذوك الناس اللي كانوا غياكلوا في حقهم اللي تقاعدوا بالتاسع مول حنا راه مرقيين هنا العاشر راه ما تيتسلى هم لك حلا ولكن كل شيء أصحاب الحق هما الأوائل اللي تقاعد بالثامن وبالتاسع هما الأولين مشيتو بديتو تتعطاو تقول المجاملة والله كنت والله مشيت نخرج لك تنوريك المجاملة مجاملة هي ديك الوطيلات اللي تتمشوا ليهم نتوما تجلسوا فيهم نتوما لهم الكحل ديالكم راه تنشوفوهم حنا راه تيجمعو تيضل يجمع الهم الكحل والتالي تيضربها بالليل يضربها مع الهاريبات وخا تا عيان لابد خصني نطلع على الاخوان ديالنا عزيزين علينا ولينا بحال الى سمحوا لينا لا كاينين شي كنان اخبت خلق الله اخبت الخبائث هو انسان الزلام اللي ما عندوش الشخصيه ضعيف قدام الماده قدام لمك حل يقدر يدير اي تنتظر منه اي شيء من اجل المصلحه ديالك ما انت تشوفوها من هذا التيك توك الهم الكحل ديال الروتيني اليومي ديالي سير مقات عنده لا بقاش غير لا على اهله ولا على يديك ولا يخليك حق الفلوس يدير كل شيء تخلى على جميع مبادئ ديالو عندهم لا كرامه هذا هو المهم لا اله الا الله محمد رسول الله طلبوا من الله السلام والعافيه الله يحفظكم لنا الله يحفظكم لنا الله يدور الله يدور ما نعمه مهم هناك اشياء ستظهر القريب العجيب قد تخدم فئه وقد تزعل فئه اخرى ولكن هذه هي الحياه إنما الأمور من جا ساكتب بالموسى بعدا غير الأمور غير داك الشيء اللي كانوا تيديروه هما كانوا تيهرفوا بيناتهم يدوزوا اللي بغاو دوزوا اللي بغاو هاد الخطرة بعدا سي ساكتب بالموسى بعدا شرف بنفسه على الدراسة التشخيص فرز تصنيف ترتيب حسب الأولوية خرج هذوك 27
هذوك كلهم غادي ينزلوا. يقول لي شي واحد في هذا ولا كلهم غيتنزلوا وغيتسول. دوك النضال الاساسي هو اللي فيه المشكل. هادو اللي كانوا تيتغناو ويتبجحوا ويهم لك حل يقول لك حنا الادماج داخل الوظيفه العموميه داخل الوظيفه العموميه داخل الوظيفه العموميه وفينا هذا الادماج. ما كنت سقلته تقول لي انا الادماج مجرى قلت لكم انا شحال هذه راه كرياسيون دي بوز فيجيتير. اجيو كريي بوز فيجيتير بهذه السهوله وهما غاديين في اصلاح الوظيفه العموميه غاديين في التمركز الاداري. وعلى الاقل قولوا لي حافظوا لي ما على التوظيف الجهوي بعد اللي غاديين فيه ويتخلقوا لهم مناصب ماليه قاره بي جي ريجيونال هضروا عليه. والو نتوما قالوا حتى حاجه. هو من 95 والاحزاب والنقابات واتفقوا علينا وباش حتى حاجه كل شيء غادي يجي فوق منا. تناوبوا علينا يا صاحبي الان لحد الان وما بغاش يتبدلوا مادام القواعد باقا تتحكم فيها المراكز لا نقابيا ولا حزبيا راه ما كاين والو. ولكن راه كاينين الرجال اللي ولاو تيبانوا محليا ولاو تينسحبوا انسحابات جماعيه باش يعطوا دروس لهذوك اللي تينفردوا بالقرار مركزيا. ثم جالسين انت تقولوا غاديين جهويا لا تمركز الاداري وديروا لا تمركز نقابي لا تمركز حزبي لا كل واحد ما تدوش عليا راني مريض ومسطيق المرض سطاني خلينا نسمع خسرك مسوي رجا الطرقيه مسويه رجا ماشي وحدين راهم مبيتين في الشاله. دوك صحاب الصيغه الموحده الصيغه الموحده الغير مستكمنين كفار بالله كان باغي يدوق زهر وسم دوك ولاو باغي يلصقوا. شوف الان هي المفرطه 154 بغيت وزاره وسم النهار اللي قال لهم غيدك ما عقلوش علينا. لا هنا في هنا في اسفي نهار فاتح مارس 2020 قالت لي ما كانش طافي الله يعاون 1/7/2020 مع هذاك اللي غيولي لهم غيدير لهم شاف ما شاف كويزيني ولا ما عرفتش حنا تنعرفو ما كاين لا خاوين وخاوين صاحبي وباقا قادر يدافع على راسه والله يدافع عليك على بنادم ما عقلوش على بنادم. ها قالوا لهم 154 امساو صحاب الصابون قال لي اجي دير الصابون لهذوك ما قبل 2012 جاو شي خاوان 44 سرقوا لي ليست ديال 44 الدور والحمد لله جاتنا الخبار ان 44 تتسرق تتسركل في البرلمان. قلنا لهم هذوك راه خوانه وهزوهم ولاحوهم جراو عليهم ونهار اللي بغينا نمشيو للبرلمان عيطوا عليه وقال لي راه كاينين ديال القنيطره واش نمشيو. قلت لهم هذوك خوانه وما جابوهمش دركا جايين تيطلبطوا اللي ما بعد تيطلبطوا من عارفهم قاريهم واحد مره غالب عليه اش ندير بيه شي تيدير خيرها في راسه يدافع على حناه العوره اللي ساكنه في الدوره. ياه طلبوا من الله السلام والعافيه. الصحه هي كل شيء يا ولد عم وطن نعيش وها قرجه بقى المرض يطحن فيا تيمشي بحالات ولا يديني ولا ندي صوبه ما عندنا سوق غادي نحير انا بهذا الكيادر ما يعطونيش حق نخليها معاهم الله يتنخليها معاهم. هذاك الهم الكحل اللي جيت يقول لي دير لي نقابة دير لي لجنة منسق نقابي والله اتصل بك وتطلق عليك تنوريك منسق نقابي مكناس مكناس دي عندك الدار دي عندك يفوج حداك لقيتوش الرجال والله ما لقيتو الرجال وما كايناش المعارضة نهائيا في المغرب من 96 كايناش الكتونة جيبي انتوما اللي تتحافظوا انتوما اللي تتحافظوا على هادو تتحصنوا فيهم ياخذوا في الدعم
ويزيدوا ثاني في راه تزاد في الماده في المواد الاوليه راه تزاد فيها ثاني ونزيدوا من الفوق الدعم ديال داك كاين ديال العلب وعاوتاني داك من تيهضر معاه يقول لي لا راه كاين الحولي ديال 16000 و 16000 ماك مدي انت وعطيهم حتى فرقوا عليهم الحواله فابو والله اخر فلاح كبير ومتى يخلص الضرائب و تيغوف على بنادم تي بارك عليهم بديك الكريتيك ديال المعارضه كريتيك ديال المعارض من يطلع لذاك ولا باقي تاني باغي يشد ليهم زعما كان المعارضه ما عندك حنا راه عارفينكم غاسلين عليكم يديكم يدينا غاسلينهم عليكم عارفين حنايا الثمانينات هذاك الاحزاب ديال الثمانينات واللي جايين واللي جايين وجايين عارفينكم كاملين والاحزاب اللي كانوا نيت شادين راه حتى هما باعوا الماتش من ايام زمان يلا بغيتو نتوما تلمعوش تلمعوش خرجتوا على بنادم كلشي هذا الهم نتوما اللي مسؤولين عليه غدا يوم القيامة نتوما اللي مسؤولين يعني يلا يا الله تبارك الله عليكم خوتي خواتاتي حتى الغدا ونشوفكم تاني رغم انني باقي عيان شويه ولكن لا بد من اقتسموا ناكل شي حاجه راه السخانه ديال المرض هي اللي خلاتني نتحير شويه يلا تبارك الله عليكم الله يعاون خوتي.